بداية دعنا في صورة ما جرى في مدينة عزاز اليوم. نعم، يعني حتى هذه اللحظة ما يزال الإجرام الأسدي مستمر على مدينة حلب، قصف بمختلف أنواع الأسلحة ومن كافة الجهات. لا ندري من أين القذائف تأتي وتنزل على الأحياء والقرى والمدن في حلب وفي ريفها. طبعا لدينا حتى الآن 36 شهيد، أغلبهم سقطوا في عدة مجازر. المجزرة الأولى كانت عند مفرق آسيا القريب من مدينة عنادان، بالتحديد على طريق أوتوستراد عزاز، عندما قامت الطيارة حربية بإلقاء أحد براميل التي إن تي على أحد المعامل، ما أدى استشهاد 10 عمال على الفور وإصابة العشرات، بالإضافة إلى مجزرة أخرى في حي الحيدرية راح ضحيتها أكثر من 7 شهداء والعديد من الجرحى. أيضا هناك مجزرة في بلدة رتيان راح ضحيتها أكثر من 4 شهداء وأكثر من 5 جرحى. طبعا عدد الجرحى يعني عدد كبير جدا، وعدد الشهداء مؤهل للزيادة يعني في كل لحظة. طبعا كما قلت القصف مستمر على معظم أحياء مدينة حلب. الآن القصف يتركز على الأحياء الشرقية وخصوصا حي الصاخور وحي طريق الباب وحي الشعار، بالإضافة إلى الأحياء الغربية كحي سيف الدولة وحي الإذاعة. نعم. وأحياء حلب القديمة أيضا لم تسلم من القصف، هناك بعض القذائف تنزل بين أخرى وبين ساعة وأخرى على أحياء حلب القديمة كحي باب الحديد وباب النصر. نعم، شكرا لك ماجد عبد النور، كنت معنا من حلب. نشرتنا مستمرة وفيها بعض قليل. تركيا ترد على قذيفة أطلقت من الأراضي السورية، وأردوغان يدعو شعبه إلى الاستعداد للحرب.